نادية مالك؟ والو الحمد لله تصبحي على خير. أويلي عبد الرزاق على تصبحي على خير غتنعس وتخليني أنا جالسة بوحدي أنا جالسة نخمم. أنا سولتك هاد المرة قلت لك مالك قلتي لي والو. راه حنا العيالات فاش كتسولونا نتوما الرجال وكنقول لكم والو خاصك ما تستسلمش. علاش مالكم نتوما العيالات بالسلامة؟ دابا أنت خاصك تسولني وأنا نقول لك والو تتسولني وأنا نقول لك ما كاين حتى شي حاجة أنا نحلف وتتكذبني. فهمت تبغي نعاودو من الأول؟ يلا نعاودو من الأول. يلا تفقعي. نادية؟ مالك؟ والو. لا لا كاينة شي حاجة قالك والو. والو. ولا من عينك باينة قالك شوفي عينك كذابة. ووالو. إيوا صافي لا تصبحي على خير. وبلاتي. كيفاش بلاتي دابا مالك واش غتخلينا نعسو ولا لا يقولي لي مالك. شوف عبد الرزاق أنا من الصباح وأنا كدور لي السينتة في راسي أنا بغيت داري بوحدي. وهي دارنا بوحدنا أنا وياك الراس في الراس واش عمر ديرون جينا شي واحد؟ وأنا بغيت داري بوحدي باش يكونوا عندي الدراري. دابا ها هي الدار بوحدنا والدراري يجيو من بعد إن شاء الله ما تخافيش غادي يجيو من بعد. وأنا سيدي قلت لك بغيت داري بوحدي بغيت نبقى فيها مرتاحة. وصافي صبري عليا شوية غادي نديروا الدار ديالنا كبيرة إن شاء الله وغادي ندير ديري سيرفيت وفوق شعرك كاسكيت. شتي إش قلت لك؟ انت هاد البيت هذا ما كاينش الباب ما كتعرفيش تدقي قبل ما تدخلي انت فين تربيتي؟ اسمح لي يا خويا نسيت ممكن ندخل ناخذ بيجامتي يعجبك الحال دابا. هو يا السك اللي في قلبي ويا الهمامي ويا الساكن جبت السيف وعطاني بالمحبة دواني ويا الساكن ويا الساكن اللي في قلبي ويا الهمامي ويا الساكن جبت السيف وعطاني بالمحبة دواني ويا الساكن. زواني ويا الساكن يا حيكو صحراوي يا وجرح ويداوي ويا الساكن يا الرزة حياتي بالغازي واني ويا الساكن يا حيكو صحراوي يجرح ويداوي ويا الساكن ويا الساكن اللي في قلبي ويا الهمامي ويا الساكن جبت السيف وعطاني بالمحبة دواني ويا الساكن. لا 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 تجي بزاف عليا بزاف عليا هذيك مالك راه دقات وصافي ويصبري عليا شويه راه غادي نجمع الفلوس عندي واحد العصيصه. شكون؟ ويلي علاش كنت درنا معاك شويه ديال الصواب وليتي ولفتيها خليني ناخذ بيجامتي. وليتي احترميني شويه. وشنو كندير اخويا انا كنحترمك غير شويه خليني ناخذ بيجامتي راه خرجتني صغيره. لا 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 خويا انت انا ما قدرتش عليا تجي بزاف عليا. نادية نادية مراتي نادية صافي بعد مني بعد مني ولا غادي نوض نجمع باليزي ونجمع حوايجي وما تعرفني فين مشيت. صافي شكون؟ ووالو اخويا والو انا وعجبني هاد السون انا ندق وانت تقول لي شكون. قولي لي بيبي غرامك ولي لي قولي بيبي غرامك. هاي هاي شتكم انت مريح على الصباح؟ علاه انا شويه في البلاد بنتي ولا انتك مريح وتنغني؟ خصك تعرف واحد القضيه القايد بن عيسى لما تشمت ريحته من افورار كيعرفوني ما كاينش في ازيلال. ونيت عيط ليا واحد السيد من واد زم اش بغا قال لي عاد دزتي يا شمني. وتبارك الله على بالعمال. شكرا شكرا وتكيس على ديك الريحه راه ما بقات كدير لك والو. اشنا هو هادشي؟ فطور
يشبه لفطور. دخلناك بالله تفطريني بالفرتيت، واش هو انا ولد هنا الدجاج؟ بغيتي تقول فلالس، اما الدجاج كاع ما يقنعوا بهذا الشيء. هو تكايسوا تكايسوا عباد الله تكايسوا. وانت اللي تكايسي عليا عباد الله، واش انا خريامي غادي نفطر بالروتور؟ راه قلتها لك، راه زربتي فاش زوجتيها. اجاتها واش ما كتحجبيه؟ خليها تعبر. ام الفوق القميع. زيد فطري. لا درني في كرشي غير بالشوفه. بغيتي الكيكس؟ كاين. لا ما كاينش، سير لمدراستك، سيري وكرشك كتصفر. يلا الفشوش بزاف فششتك. احترميها، غدا ولا بنت غدا غدا تعود قيده. باز ما كاين اللي متصرا ديك البنت قدك. دخلي معايا في الصح. شوفي نقول لك، اليوم احتجتك وجهي، جاي عندي واحد راجل افعال يقام ويقعد له، بغيتك تهزي بالقيد. إلا كان بوحدو ماشي مشكل، أنا صاوب لي شي كاس ديال أتاي يكون معتبر. كاس ديال أتاي بالك هو واقف بحال الاستراحة ولا؟ وكرمينية. صافي غنسخن لي المسمن ديال البارح وخلاص. ياك ياك السلالة الشجرة ديالي بغيتي تمرم ديها وتملم ليها بالحق أنا اللي هيعة كنتشاور معاك، نمشي نقضي غراضي وبيدي. إيه سير 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 قضي غراض. كيفاش سير؟ وخليتيني نوض. خليتي القايد ينوض من الصالون ديالو. كنعطيك أوامر. نوضي الله ينعلي خلي شي فرانك وراه. نفذ. واش هادي تيليكوموند عمرت عليها نطي؟ نفذ راه شديها. لا لا تستاهلي كل خير. وهادشي كله كله اباباه مشيط كلشي ولا نخبي كلشي؟ وغيزي ليهم وفزقيهم، رجعي ليا غير لاستيك. واخا شحال نشري تقريبا انت غنقولهم؟ شري اللحم. ايه شري سقيطه. ايه جيبي القرقاع. زيد جيبي الديسي. ايه جيبي ديك الحلوى القاسيه اللي كدوز غير بوحدها. زيد انا غنزيد. صافي انا مشيت. يا فين غادي؟ غادي نمشي للقهوه الجهد ليا الله نبرك باش نستقبلوا حيت القياد تيكونوا هما الاولين في الميرو ديالهم. الله يسهل عليك. قلبي مغرامك والليل، قلبي مغرامك والليل، قلبي مغرامك والليل. سير الله يعطيك مناش تعطي. امين امين. سير الله يسهل عليك. امين امين. الفنيكيشه ديالي الفريكيسه. ها غضبانه عليا؟ يلا حتى انت جاوبيني يا لالا، علاش غضبانه؟ بغيت غنسولك واش واكل الدواء ديالك هذا الصباح؟ علاش؟ كيفاش بغيتي تجاوبك وانت النهار مخير كدير فيها 36 ريال ديال ليسانس؟ دير فيها البلان ويسع طوعك. عمي اسمح لي راه ما شفتكش. معلوم ما شتينيش حيت هاد البلوطه واعمات لك العينين. ما تقوليهاش بلوطه، هادي راه لالات البنات. انا بالسلامة لالات البنات كتصاوب لك كسكسو تتصب لك حوايجك تتصلحهم. عمي هادي راه قديمه. راه اكبر منك. ياك ما بغيتي نقول لها امي دادا ولا ندير لها التحيه اللي كانت واتا دار ليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. كنقدم لك الحاج احمد. ولد الحاج احمد ابن عيسى. ما عندها باش تفيدك غدا يوم الحساب. قال له امتى كنوليو شرفه؟ قال لي تيموتوا اللي كيعرفونا. وقال لك من يموتوا جدودك؟ عاد دوي على اصلك ابن عيسى. وشني قال لك عمي ابن احمد؟ عمي شكون هو هذا الاردني؟ هذا لا هذا قزادري. هذا كيموت على البراوات القديمه. غا هو من عائله ديال ميمي. واش مخزن؟ لا لا شي حاجه كثار. او صافي خليني غادي نمشي. نعم ريح الارض ريح الارض. ما شوش كي تمشى؟ اش كتحكك على ياك ما فايت فيك مشى؟ لا اشنو باغي نتمشى؟ ايوا يجي اسي راه عندك الطوموبيل واعره. بارك الله فيك. شي الناس اللي كيفهموا في الحديد. تبارك الله عليك. واش للبيع؟ لا 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 هذه واخا يعطوني فيها مال الدنيا ما نبيعهاش. ايوا لا عندك غا كيتنز غا كيبغي يقجم معاك. شوف بغى يبيعها لك سمينه ما بغاش يبيعها لك عسيله. غنجيب لك الجود منا غا هو اللون. بن عيسى راه كتعرفني انا ولد الحاج. والله يا ودي انا بغيت هذا اللون وهذا الكاليتي. يا قليله في السوق راه ما كايناش بحالها في العالم. كاينه وحده هي هذه اللي بقات عندك. يسر معاه. لا ما يمكنش. شوف السي عبد الرزاق. عبد الرزاق هاك إلا بغيتي تبيع أنا مزود. لا تكونش زربوبي. وعلاش محبوبي؟ دخل تاكل حاجة ولا تشرب كذا ولي الحديثي برقية. أنا اللي كنقرر وقتاش تبيع الطوموبيل. تفضل. وشتي ما بعتيهاش ليه؟ لا جودان تاع الجدرمية. كيتفرق هو ويا قبل بكا. وصوب بلا جودان ديال الجدرمية وباش نبيع على هذا الأردني إلا إلا إلا. قول لي ما يبقاش يتلمس فيها. حيد يدك من تما واش ما عندكش أمك ولا؟ زيد تفضل أشريف تفضل. زيد 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 ياك ما بغيتي ندخل عليك الصالون. قال لك نبيعها مزيان تبارك الله. ها ما بقيتيش مغوبسه ما بقيتيش مقلقه. زيد دخل دخل ضايع قدامك شلل عظامك. دخل زيد 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 الله يكبك بك. بارك الله فيك.
يا بسم الله. راه خصك تعرف واحد القضيه، راه الله شاهد عليا والملائكه راه تايقيدوا راك عزيز. يا سي بن عيسى انا كنقيد. شكرا شكرا شكرا. قول لي لقي واحد النظره خفيفه وقول لي كي جاك الصالون ديالي في اي بي. ايوا اش نقول لك اولد ولد القايد، ملي كان جدك كان هاد الصالون كبير وواسع، ولكن في هذا الوقت ما بهش صغيور. بلاتة بلاتة، خصك تعرف بلي هاد الصالون كاين منه ثلاثة، واحد في العمل واحد في المطار وهذا. بن عيسى كتعرفني انا غولد الحاج ياك؟ ايه الله يهديك. وجاي له عارف. ايوا ما تكذبش عليا الله يخليك. انا راه الكذبة انا ما دات لياش عام ما كنصدعش. مرحبا باللي زارنا، مرحبا باللي زارنا. هذا النشيد ديال الفرحة. مرحبا. مرحبا. مزيان. الحلوى قليله. لا راه باقا في البواطه. سيري جيبي البواطه ولا نقول بواس البواطه. والله باش انا قلت حيت شفته هو ما عندوش الدروس، قلت حطت ليه الفقاس باش الا شط نردوا البواطه. سيري جيبي الحلوى. شوفي غتقلت ليني راه بنادم ما كيجيش على النصفي انا غادي يجيني كلي. صافي كون هادي غادي نزيد الحلوى. وجيبي سلو. واش غادي نشلو سلو قلتيها عليا؟ يلا سليه. يلا سليه. راه كتحشم هادشي كله غير كتسولني على العائله والاسره ديالك. قول لي يا سي بن عيسى بلاتي نكرمك، واش في الفيلاج ديالكم ولات القاعده تعطيو اتاي والحلوى قبل الغداء؟ لا هذا كيتسمى لونطري سكولير، عاد كتبع على سويت جاي بولفاف وجاي الملج. بسم الله. ايوا دابا سيدي ندوزو للمعقول. ندوزو شوف. فضيت كل شيء، غيزت لك باش نفرحك الأرض، راه ماشي الشياع، ماشي مطلب التيتر. وشنو هو الزوين؟ ولادة كترد الزيتون كل سيمانة. وابن عيسى بقى بعيد معاه. شكون هي اللي حوجتك هذه اللي مبرزتك دابا نتصنتوا ليها ونشدوها تحت حراسة النظرية؟ هذيك التاكسي اللي واقفة في الباب. عجباتك؟ شوف وحق جدك يا تيبيع عليك، واش اللي ما بغاش؟ انا عندي صاحبي في الدار بيضاء ترونزيستور كبير في المرسى، غادي يجيب لك وحده من الخارج ويعشرها لك. فين تبان هذيك؟ لا بن عيسى لا لا لا، هذه ما كاينش بحالها ياك. وبحالها التهلو ما كاينش بحالها بن عيسى، وبلا ما تكذب عليا وغني ولد الحاج. واش ظهر لك اللي خدمت ماطري وجدتها لك مغيزه؟ لا بغى يبيعها نعطيه 100. فايده ليا ما خرجتي لها البوكله لجدك، حبك مكتف، ريال ما كتطلقوش. و100 الف راه عطاه لي شحال هذا وما بغاش. ابن عيسى راني ولد الحاج ونعطيه 100 مليون. اش كتقول؟ ولا بغى يبيع راك بكاملتك. بن عيسى بن عيسى. واش سمعت 100 مليون ولا كذبت؟ سمعت 100 مليون شغلك؟ شوف خيز مع القضيه راه فيها كاملتنا. ايوا قال كاملتي. لا انا سمعتنا كاملتنا. شنو هي لنا؟ كاملتنا. وتخرقيها. شد وزيد كتاي. وصافي يا بن عيسى وقلت لك دابا نهضر معاها. ويلي الحلف واش نولف نحلف لك؟ عندنا دراري صغار هنا ولا شنو؟ اي اي صافي يلا وصافي اي 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 قطع يلا 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 يا لطيف اختي حسنة. بسم الله الرحمن. نادية كي داير اخويتي؟ لاباس الحمد لله. كلشي مزيان؟ كي داير راجلك؟ لاباس عليا راه خدام. مسكين هاتي شوفي اخويتي حسنة اليوم غادي نفش عليك قلبي. فشي حبيبتي فشي. انت راك ماشي وحدة اخرى. لا انا اخويتك. اشوفي اختي انا بيني وبينك ما بقيتش مرتاحة في هذيك الدار. عندك الصح عندك الصح. وشكون اللي غيرتاح مع هذيك اللوسه وديك العجوزه؟ شكون؟ والله ما كرهت انا تكون عندي داري بوحدي انا وراجلي. يا خويتي ومن حقك حز لي الخير موجود. وفين هو اختي الخير؟ قولي لعبد الرزاق يبيع الطوموبيل. يا ويلي اختي دابا هذيك الطوموبيل هي اللي غتفك لينا المشكل. اي هذيك الطوموبيل هي اللي غتفك لك المشكل، هذيك راه جايبه 100 مليون. الدار؟ لا والطوموبيل عبد الرزاق. هذيك الخريشيشه. هذيك الخريشيشه هذيك سهلتيها. المهم صاحب راجلي شاف طوموبيل عبد الرزاق وعجباتو وقال لك بغى يشريها مع عندو ب 100 مليون كاش فوق الطابله. ناي 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 يا حمدتك يا سيدي ربي وشكرتك، من جا لي هذا الخير كله الحمد لله الحمد لله. من عند الله من عند الله. ايه خاص غير عبد الرزاق يبغي غادي يبغي بزز منه. إيه؟ انا غادي نوريك. سير ها ويلي سير سير فاجئها علينا الله يفاجئها عليك. ما بايعش هي ما بيعش. وعبد الرزاق واخويا توقد معايا، واش عباد الله ربي جاب لينا رزيق قتل بين يدينا وانت بغيتي تضيعو؟ انت راه ما عارفاش هذيك راه ماشي طوموبيل، هذيك راه
راه العائله هذيك. اجي الا قدر الله كان عندك اختك تبيعيها. شنو نقدر نبيعها انا اللي كانت غتجيب لي 100 مليون والله تنبيعها، حيت نقدر نشري بها خت حسن من الاولى. كتضحكي واش انا عباد الله كيبان لك في وجهي الضحك راه كندوي بالصح؟ لا يا ما بيعش يا ما بيعش. اه طوموبيلتي وانا حر فيها، يعني علاش نبيعها؟ مالكم كلكم تحاميتوا؟ واش بغيتوا؟ مالكم اخويا يا كلابه صوتكم كيتسمع حتى لبرا، واش حتى واحد ما يدير قيلوله في الدار؟ زيدي يا اختي جابك الله فكي بيني وبين هاد خوك. واش عباد الله داك الخريشيشه ديالو جابت 100 مليون وما بغاش يبيعها؟ بلاتي نقطه نظام. شحال الفلوس؟ 100 مليون. هي شحال؟ هي مليون ديال الدرهم. قولي لها اختي حتى مليون ديال الدرهم بلاد مالكم مالك كيفاش هي مليون ديال الدرهم كتقول فيها وانت فرحان؟ وناري يا خويا راه بزاف الفلوس، راه خاصك تستافد من هاد الشيء. شوف هادي راه عاوتها ما خصكش تزقلها. ها عار الله اخويا عبد الرزاق حنا تريكتك وكنموتوا، عاوننا عاوننا. ما بيعش يا ما بيعش، عيت بالدوران دوختوني ما باغيش نبيع. يا الله وتنا سمعني مزيان اخويا، غادي نقول لك واحد جوج كلمات ديرهم مزيان في ودنك. يا انا يا ديك الطوموبيل في الدار. مصيبة هادي اختي مصيبة. عبد الرزاق خويا ترى زعما ولد الوقت، رخف شوية ما تبقاش عظامة الأمور. راه واحد المثال في الراي كيقول لك اللي باعك شريه ويا دلالي. ويا دلالي المعنى ديالها شنو؟ المعنى ديالها أقدي الوقت راه واقفة. وخلي بابا واقفة، علاش أنا بغيتها تريح؟ خليها واقفة اختي مالك. عبد الرزاق دير معايا واحد القضية. شنو؟ ضرب معايا في البيت وتهنى تشري من عندي. شري سيري شري وما بايعش. عالضربي؟ عبد الرزاق اشنو؟ كتموت على الفقر اخويا وغتبقى ديما هكا فقير كاع لا تبيع. مزعزع قال لك بيع مزيان تبارك الله، راه ماشي طوموبيل. واه عبد الرزاق خويا قلبت عليك قالوا راك في الدار. دوك تقلب عليا واش الدار ما فيهاش الباب؟ ما كتعرفش تدق؟ دق دق هادي لحفتك. شنو هي هادي؟ قهوة. وا راه بانت لي ماشي قهوة بزاف. خويا خسرات لي الماكينة، اديني اديني المدينة صوب الله يحفظك. لا اليوم ما غاديش نحرك الطاكسي، أنا بت نبت هنا في داري، عندي المشاكل. على الطوموبيل. أنت وصلتك الهضرة؟ راه كلشي واصلة الهضرة. جلس 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 أخويا كريمو. أش كيقولوا عليا؟ كيقولوا بلي الطوموبيل جابت لك الفلوس وأنت ما باغيش تبيع والمدام لاصقك كتقول لك بيع وأنت راسك قاصح. ودير راسك بلاصتك أنت أخويا. حط لك هنا مراتك. وهنا طوموبيلتك، شنو هتختار؟ يلا انا غنختار الطوموبيل. عندي الحق. علاش؟ حيت انا ما مزوجش. نفترض سيدي انت مزوج. لا لا انا ما مزوجش. هي نفترض صاحبي مالك مخلوعين، نفترض مراتك والطوموبيل. مراتي هي زهره. هي زهره والطوموبيل ديالي. لا نختار زهره. ولكن علاش انا اختاريت الطوموبيل؟ ما فهمت علاش. واقيلا حيت كنعرف الطوموبيل قبل ما نعرف مراتي. انت خديتي الطوموبيل قبل ما تزوج؟ انا كنعرف الطوموبيل وعشره قديمه. دابا الا مشيت تسمعت في الطوموبيل واحد النهار غادي يجي غادي نسمع في مراتي. انت اللي ما بغاوش يفهموا. شتي انا كون كنت مثلا مزوج واخد سميره وعندي طوموبيل غنختار زهره. نجيب لك شي لويزه والله انا ما نفعكش في هادشي فهمتي. داكشي هاي 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 كريمو. اذا الهضره اللي قالو صحيحه، كانت لي فري بلا اوتوريزاسيون. حيت ما عارفش حتى واحد ما قال لي. ما في خباروش القانون الجديد. اذا جيب لي شي نوار تكون قاصحه للدار. انت دق نوار ولا خاصني نحفظ وهي اللي كتحل لي دماغي؟ ولكن باش نجيبها لك ما عنديش لوتوريزاسيون اللي قلتي. راك جاي دار القايد. صافي صافي واخا خالتي هادي راه مرا كبيره. وبعقلها بعقلها كتشرب قهوه كحله. تخيل ديت لي هادي بحال هكا واش غدير لي؟ غنتشد غنتشد. شوف تصنت ليا، رانا وصيت الحاج ابراهيم السمسار ولد محمد الغليظ قلت ليه باش يخيبها ليه. صافي دابا راه بغى يبيع. واسمع الحاج يا ودي كي الحاج كي ولد الحاج بجوج كيدوزو في لا فيزيت تكنيك، راه غادي يعمر معاك الدوسي ديال البيع وغادي يدير لك وكاله باش نهار صغار عليك وبيعات حتى لشي حد اخر. يلا دوز بخير وجد الفلوس. صافي كلشي ساق الخبار. درتي لي الدعايه؟ لا درت لي الضغط النفسي. رضا الله صبي الشاي. ما كريتوش الحلوه ملي جا عندك هذاك صاحبك وقلتي ليها تهلا فيه وحنا كناكلو غير الحلوه اللي شاطت. واش هو باغي تركبي عليا السكر والخزان راه واعمر ومالها تضيع؟ نضيعو حنا احسن. الواحد خاصو يتعلم يقتصد. واه ماشي بزاف سمحي ليا، واه فتي الاقتصاد ليه
واش الناس عباد الله الا فيهم سيروس دو فوا انا راه فيا سيروس تروا فوا. شوف كلشي غادي يفوت مني ان شاء الله عبد الرزاق يبيع الطوموبيل. من فمك ربي يا رب. شي بابا الا ما باعش الطوموبيل عبد الرزاق غادي نحتارمو. تحيه نضاليه. وعلاش غتحتارميها لالا المناضله؟ غادي يبان انسان عنده مبادئ. غادي يبان انسان مليوط. غادي يبان انسان مخورج الا زق الخنشه تاع الشمرت العامره بالفلوس. الفلوس ماشي هما كلشي في الحياه. اش كتقول؟ اش كتقول يا ترجع لي وجهك. انا بغيت غير نفكركم وصافي نمشي نراجع اللي فيدني. اما الهضره مع الكبار كتجيب غير الذنوب والمشاكل. ويتك ويتك ويت اشوف يا ولد مشي هاد القياد وكا كنت كنمشي فاش يلاه تخرجت. انا مسطين فرط فيك عبد الرزاق. اش باقي كدير وليدي الليل هذا؟ امي انت يا فايقه؟ لا ناعسه صافي. شوفي حالتي انا كيفاش داير. راه كنشوف فيها ملي كانت مازال صغيره. شكون هي هذه؟ طوموبيل. والله على الشيطان انت مالك داير في راسك هذه الحاله هذه وهزها من اشتقالت بحال تقول الدنيا فنات. امي الا مشيت تبعتها راه الدنيا غادي تفنى بالنسبه ليا. ايوا لا تبيعها شو تهنى. الا ما بعتهاش غادي نخسر مراتي. ايوا بيعها وتهنى. انت ما عندك حتى شي راي وانت كتعرفي شنو كيتعني ليا شنو شحال كنبغيها شحال كنتسطى عليها. شكون هي؟ طوموبيل. وعارفه عارفه وليدي باللي كتغسلها مره في السيمانه وعارفه باللي كتبخرها من العيد للعيد بالعود وعارفه كسيدي باللي كتمسح هذاك الصالون بالخل ديال التفاح وعارفه كسيدي كتطلع عليها ثلاثه المرات في كل ساعه بحال تقول مربي وليد صغيور. هادشي انا كله عارفه. وملي عارفه لالا قولي لي شنو ندير؟ هي غادي تنط نعس تخليني نعس. واه راني خدامه غدا يبا تصبح على خير ما عيتيش. تعرفوش لا 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 قلبي 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 كيتشرق. لا 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 شوفي اختي ماريا هاد البيت نعس شحال كيهبل. شوفي شوفي فين دال العقل. فين دالك العقل منين جا الزين؟ اصلا كيبان عادي جدا. انا كيعجبني داكشي مشعشع ودغوغي. يا ربي يا سيدي ربي راني وليت كنحلم عا فوقاش ندير داري بوحدي كيف ما بغات تكون. يا ربي يا سيدي يا ربي راني وليت كنحلم امتى نرد بيتي كيف ما بغى يكون. وسمح لينا اختي لقى جرنا عليك ودينا لك بيتك. اودي المسامحه عاملين عبد الرزاق غايبي انا مسامحه واخا ما عديش معاه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ياك ما جيت تسولي على ماما؟ لا بغيت نهضر مع تاتا ناديه. انا مامتي كتسمعك. هذاك شي بريفي. خيفي ياك ما كيصحاب لك حبيبه راسك داويه في الفيسبوك. دابا هادي نقدر نهضر حداها. ماشي هادي شكون هي اللي قدامك؟ الشابه ماريا واجرك على الله ومازال جاي الالبوم ديالي في الطريق ونعجبك. ونقول لك طاطا ناديه وقفي مع راجلك وعاونيه. الدوجه دارميه. الا صافي دار شي كاريته ومشى للسبيطار خويا وكنعرفو. قلت لك الدري غتزهق لي العقل ديك البيعه والشراء. الا ما بغيت نقول لك زعما وقفي مع راجلك زعما ما تخليهش يبيع. وعلاش زعما بنيتي ما نخليهش يبيع؟ حيت الطوموبيل هي الحاجه فين كيرتاح ولي كتفرحو وجيتي انتي وبغيتي تبيعيها ليه. ولكن راه يقدر يشري بها فرحه اخرى. الفرحه ما كتباع ما كتشرى. مهم هاد الهضره فكري فيها مزيان. بسلام عليكم. ناري اختي هاد البخوشه شحال فيها ديال الفهامات. واقيلا عدى الحق. عمي هو كيلعب في الطوموبيل. ايوا راه هو ولا جودان كيتفرقوا في المكان. ايا فينا هو الكلاكسون اسي بن عيسى؟ نوي نوي كلشي في الخطر. ما عندي ما يتسالك. ويلي ويلي واش انا كنتفلى على العياطات الاولى تاش قالوا؟ الا قالها لا قالها يقد بها عليا انا. شوف نزيدك راه رخيصه في الضريبه فيها ثلاثه الخيل وقنيه. يا صافي وشي مش تيها الطوموبيله شحال واعره السي بن عيسى واعره. بلاتي بلاتي راه ما كديماريش. وايلي راه ولد ولد احمد غادي يديماريها. راه كيتاكل بزاف ديال ليسونس. علاش هما داروا الريجيم؟ ايوا صافي نتوكلوا على الله. الله يسخر. لا 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 كيفاش الله يخسر. ايوا تحشمني. لا عندي واحد طلب. طلب نقدر غير نكري عليكم قاعة الافراح هي مع الشيطان. خلي الراجل يدي الطوموبيله هي. انا ما بقيتش شي حاجه في هذه البلاد. ولا شوف راه انا اللي كنبدلها الزيت بيديا. تبارك الله عليك. حتى انا النهار اللي نبغي نبدلو ليها نعيط عليك. علاش من نيت؟ انا اللي كنديماريها من نهار خرجت من لا ميزون. عبد الرزاق انا في حالك راه ما كنحملش بنادم اللي يشوف لي في الطوموبيله ولا يقيسها. ما تقيسهاش. شوف نعم واش باغي طيح بيا؟ لا القيد؟ لا عطيني لي كونتاكت ديال كلهم. عمي امشي نضرب بها واحد الدويره ونعاود نرجع. تكتف
تفلى عليه. لا ما كنتفلاش. واش دابا الراجل جاي دار بالطريق من سوق السبت ولا تما وانت كتفلى عليه من تما؟ اسيدي تعرفوا اش تديروا؟ انا ما بقيتش باغي نبيع، يلا غادي نمشي فحالي. ياك لا لا تسعدك سي بنيسه. لا ما تقلقش، ما ديش عليه ما ديش عليه. باقي لا ما عجبوش الثمن. لا 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 غتبيع عليه غتحرم رزقك. شوف ماشي مشكل، قول له لا تبيع انه تشارينا اليوم 5 مليون غادي نزيدوا فوق الحساب. ولا الله 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 قلبي قلبي لا بلاتي هذا هي تليفوني ماشي حل. خصني نشرب صافي غادي نمشي. ولي قلب لي على طوموبيلتي. شوف 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 راكي وصل واحد الوقت كتحل غير بوحدها. ياه مالو هذا؟ هذا ودي ما عندي ما نخبي لك عشان ما يقولها لك حيت مربي هو الدريه مرتو تتولد وخافت. سي بن عيسى هات يدك معايا. امين يا ربي فوق وحالها على خير والجميله. بعتي الطوموبيل؟ ما بعتهاش. وعلاش؟ عطوني واحد الورقة قد هكا قالوا لي سري قال لي زاف المقاطعة وأنا كنخاف من المقاطعة. الحمد لله. لا ما تخافيش، غدا فيقيني الصباح بكري غادي نتشجع ونمشيو أنا وياك رجلي برجلك ونمشي نإيكاليزي. لا خويا لا 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 ما بقيتش بغيتك تبيع. علاش؟ صافي شوف عبد الرزاق أنا فكرت مع دماغي مزيان وعرفت بلاصة قيمة هذيك الطوموبيل عندك. الهبيلة راه غادي تبقي عايشة في هذا البيت هذا ومرة مرة تنقز علينا أختي. لا ماشي مشكل أنا المهم عندي هو أنت تكون بخير. أنا نكون بخير؟ بصح مراتي الله مراتي كي تفكر فيا بغاتني نكون انا بخير شكون في حالي الله يخليك ليا راه هكا كنبغي. حصلتكم. مالنا مالنا اختي شنو كنديروا؟ كنت عارفك غدا تغدرينا. هنسولك سول واش انت كتصنطي علينا؟ كنتصنط عليكم بيتي وانا حره فيه ونتصنط الوقت اللي بغيت. جاتك في شكل؟ راه في شكل انا اللي راني كتعرفيني كنتعصب ما تشدينيش. خرجي. انا غنخرج ولكن عرف باللي الحرب بيناتنا عاد بدات. خرجي سيري. عصبتني وين خلعتني؟ انت انا تخلعت فاش خلينا وتهجروا. انا كنعرف اختي صافي الحرب بدات صافي الحرب. سي بنعيسى. نعم شفتك ما بقيتي ضابط والو في هذا الفيلاج. كيفاش على انا شويه في البلاد ولا اش بان لك؟ هو البلاد ديالها تاي من الصباح باقي ما جاب. وانت تسمع كريمو هاو ما جاوبكش غادي يكون تا يصلي. كريمو وهذاك اللي من الصباح حنا كنستناوه فينا هو؟ واسمح لي واسمح لي ما تكونش زربوبي الغايب حجتو معاه اللي عليا راه طوموبيلتو راه نهالي شتيا. ايوا ولكن انت كتعرفني انا راه ولد الحاج عندي شله ما يضا خصني نمشي. ايوا سيدي ولا كانت هاد القابله يديها ثقيله وكتخرج التلاد بالرزانه وتقطع الموت على خاطر ندربوها. وهذيك القابله العامه سيدي لما كانت يدها خفيفه ولا ثقيله انا شنو ندير؟ غادي يا سيدي تشرب هذاك الكاس وتعتبر اونتري سكولير ومن بعد غنمشيو للدار راك المسمن والشيار والبطبوط وتاي سبعه الجغمات كشكوشه. شوف سي بن عيسى هذاك الجغمات تاع تاي ديالك وداك الحلوه ديال مرتك راه دارت لي الحرقه. ها هي مرتي جات. ها هي ها هي والو كيفاش سرطاتو الارض حيت ما نقلب عليه والو بح خبر. سي بن عيسى. نعم انت ولد ولد قايد دخلك فيها الشكوله. ايوا ما عمرك سيدي تكون قايد. جاني بحال حرجك. لا ماشي شي عيط من البيبي على عبد الرزاق والو واش بغى يجاوب. وتي البيبلاش وعيطي ليه ولا غيليه وعوقي عليه. ايه ولي تشدي له بوط فوكال. انتي خايفه من البوط فوكال وانا تزقلي لي هاد بوخال. ولي مشى ليا الصول ديال هك. واويلي عباد الله كان خصني النهار الاول نسول العدو الباب مقدم ديالاش. لا شوفي فيا من عينيك كتبان كاينه شي حاجه. ها والو صافي قولي تفرق لي على طوموبيلتي. واش شريف واش ما عندكش امك ولا هاي 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 كريمو يعني هذيك الهضره قالوا صحيحه. يلا شو كتعرفش تضحك والله يا من قلبي. ولا تنفلقك بهادي. على هذيك الطوموبيل عندي حصلتكم. علاش مالنا شنو كنديروا؟
يا راسك وتي اللي ببلاش وعوي وتي اللي ببلاش وعيطي ليه لا غير ليه عوي يلا 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 عفاك.